بسبب
عنا من الشيخ الانقلاب حولت هذه المنطقه الحيويه المنطقه التجاري الاهم في اليمن الى مدينه اشباح بسبب ان حولك الى جبهه مفتوحه وتركت ضربات موجعه في هذه المناطق الحدوديه. طيب سبعه هناك معلومات عن أبناء الجيش الوطني كما تحدثنا سابقا قدموا تقريبا 20 شهيد وكل هذا في سبيل تحرير الوطن وسنقدم المزيد والمزيد باذن الله تبارك وتعالى في سبيل انتزاع الوطن المسلوب من هذه الميليشيات الانقلابيه واعاده مؤسسات الدوله وشرعيتها المسلوبه. ميليشيات الحوثي يحاول مجاهدين اخفاء خسائرهم الماديه والمعنويه. افادتنا كما تحدث مصادر على ان هذه الميليشيات تحاول اخفاء قتلاها وتستحدث مقابر في ميادين المعارف ودفنهم بصوره جماعيه. بالتاكيد ستشكل ضربه عاصمه كما اسلفت على ان الميليشيا تستميتون بالدفاع عنها. اذا تحررت مدينه حرب سيتم الاستمرار في التحرير باذن الله وصولا الى مسلم عام الاستراتيجي وبذلك تكون هناك الان قبائل حجور بشكل عام وقبائل مستعده على جاهزيه ذلك باذن الله تبارك وتعالى من اجل الالتحام بالجيش الوطني واستكمال الزحف والتحرير الى عروس البحر الاحمر وصولا الى الحديده. هناك قوه في الداخل تستعد من اجل الالتحام بالجيش الوطني بمجرد وصوله الى مسلم عام. نعم. شكرا لك على هذه المعلومات.